فيه خطوره، وهسه اشوف الجسر منهار يعني، شوف هسه الرصيف ماله واقع يعني. نعم. سووه قبل فتره يعني على اساس يسوي له بديل وجا المي شاله يعني، ما اكو اي حل. نعم. والجسر ذاك مال يم الفيصليه وقع يعني. نعم. شنو سببها هي هذه؟ السبب كان المسؤولين، احنا عتبنا على المسؤولين. نعم. اي بس المسؤول هو المفروض هو اللي يسوي يعني هذا الشيء هذا، واحنا خطانا برقبه هذول المسؤولين، لان احنا لا حول ولا قوه، ما عندنا اي ذنب. نعم. ايه. شو يطالبون هم هسه يعني؟ طالب يسوون جسور، يسوون، روح شوف الجسر الرابع هسه شلون ازدحام، روح شوف الجسور مزدحمه، هاي صار لنا سنتين، اكثر من سنتين من تحررنا، ماكو اي جسر، ماكو اي خدمات، ماكو اي شيء، الشوارع روح شوف المنطقه القديمه، معاناه معاناه المنطقه القديمه يعني، شوارع، خدمات، ماكو اي شيء، يعني هذا الجانب الايسر به اهتمام بس الجانب الايمن جانب، روح شوف المناطق اللي يعني الجانب الايمن يعني بفرد مره شوارع ما تمشي، يعني احنا التاكسيات معانين معاناه شيء ما طبيعي وما حد يحترف علينا احنا الشريحه، خاصه هالتاكسيات، لان احنا نفتر بكل المدينه ونعرف معاناه الشوارع والارصفه وهي الخطيه، المنطقه القديمه منطقه كلها هسه منكوبه يعني، منطقه منكوبه. طبعا بالنسبه لجسر السويس، جسر السويس شكل خطوره للسيارات وللناس العابره، ومو بس جسر السويس يعني، الجسر الرابع اذا تشاهدوا شوفوا الجسر الرابع اصلا صاير بميلان على الجهه اليمين من تعبر، وتقدرون تشوفون تصورون يعني الصور الكاشي مال الجسر شلون مايل على الجهه اليمين، الجسر السويس يعني المفروض ينسد اقل شيء الراحة يعني زين، بسبب خطوره للمواطن والناس العابره، احنا ما نتحمل كارثه اللخ زين، كارثه صارت هواي الله يرحمه اللي راحوا ضحايا العباره، ما بينا حل بعد نتحمل النوب كارثه اخرى زين، يعني هاي الكارثه اللي راح لا سمح الله تصير كارثه فوق بالجزء الرابع، من يتحمل؟ من يتحمل يصير كارثه زين؟ اكيد الحكومه تتحمل مسؤوليتها صح ولا ما صح؟ وبالنسبه لجسر السويس ايضا تتحمل مسؤوليه الحكومه المحليه والحكومه المركزيه زين، واحنا نحملهم كافه المسؤوليه، اذا لا سمح الله صار مشكله هم يتحملوا المسؤوليه، اذا محافظ واذا رئيس وزراء واذا رئيس جمهوريه. نسبة الخطورة على هذا الجسر ما 90%، 100% نسبة الخطورة، وبالذات بالليل وبهذه الأجواء المطر، بالنسبة للطلاب اللي هسه مسائي مداومين، يعني هسه أنا راح أطلع بعد الساعة تغيب الشمس كل شيء تمشوا في التمن الشارع، وما بس هذا الجسر، كل جسور الموصل، يعني هاي صار 4 سنوات احنا نتحررنا ولا جسر ماكو صالح للخدمة، يعني حتى من تعبر عليه، أنت لو تعبر مشي على رجليك يمكن أحسن من ما تعبر بسيارة. وهي هذا وضع المدينة، وصار 4 سنوات كله سبب الفساد اللي دار المتفشي بالمدينة، وهاي لا أكثر ولا أقل، وممكن هاي ما أعرف شو تحلون هاي مشكلة الجسور، والعالم تبدي تروح وتجي براحتها، يعني هسه الطلاب المسائي مضطر يتراس ثاني تارك محاضرتين على مود أطلع قبل لا تغيب الشمس، لأن من تغيب الشمس بعد ما تقدر تعبر، وهسه إذا مطرت الدنيا أنا راح أبات باليسر ما أقدر أطلع لليمين. أستاذ جمال، إحنا المشروع أحيل إنه بشهر الرابع. نعم. كل المشاريع بالنسبة للجسور يكون بها تحويلة مؤقتة لعبور السيارات. نعم. حالة حال السكر، حالة حال المثنى. هذا المعبر المؤقت قصدك. بالضبط. نعم. بالضبط. توقيت المشروع بالإحالة كان خاطئ. كان بشهر الرابع. يعني العفو 18/11. زين. 18/11 أستاذ هو موسم فيضانات، يعني هذه السنة نعتبرها سنة استثنائية. بالامطار زين. مثل ما جنابك شفت، فقدمنا مقترح من الطرق والجسور ومن الشركه المنفذه ومن محافظه نينوى انه يتاجل المشروع الى شهر الخامس زين، لتلافي الفيضانات زين. برنامج الامم المتحده الانمائي زين، بعد ما خاطبناهم بالرساله اللي تقول انه ناجل المشروع للخامس، خاطبونا بهذا الكتاب اذا ممكن على الكاميرا. ايه. ما قبلوا وقالوا لنا اذا ما انشغل المشروع بهاي الفتره راح تحول فلوسه الى غير محافظات اخرى، واضطريتوا تسووه في موسم فيضانات، اضطرينا نسويه حتى لا يضيع التخصيص على محافظه نينوى.